ياو السلام عليكم عليكم السلام سطرقنا معاكم مفكرين وكاتبين لبيس رحنا هازين قناوي جاوي داوي العباد اللي جايين بالقبري والقرقابة نفاجئوا القلوب صحبوا لا اله الا الله 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 ربي والحمد لله رابع جديد جاي من المغرب جاي حيد البسالة يعطيك اليقين ميساج بوزيتيف الكبار والصغار إذا وزد على الراس بحال دولي بران كزيد في الكوراج كيعطي الأكسجين طالع درجة درجة واخا طريق عاوزة عرجة ما تكونش مستحيل ما تخمم على الغريب مية تخميمة وتخميمة ولا ضربة بلا مقص غوبش بدراسو غاب دابو بنحاسو خرجتلي بالنهار فرقعتو بالصبر قلتلك ما تقول بوحال صبر وغيجي النهار وخلي لي طوال الوقت باقي زيان تليفون يا ماي دمها نايم الله ربي مولاي تفوز دي مخطط حالي وانت الحالي مولاي الى دق عليك الحال كر الله تفاز الهوال خانة قدران وغاب زرق تقاد جدك لا تياس عارف ما مركع تمشي ماشي كلش صحابه تفكر يا بحزايا تعطيك الجبار لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يفنى العبد ومقامه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يفنى العبد ومقامه لا العبد